أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. صدق الله العظيم. بات من الواضح البين لنا جميعا أن السيد الأستاذ دائب على إصدار سلاسل البحوث تلو سلاسل البحوث في مختلف مجالات المعرفة، سواء منها الأصولية والفقهية والعقائدية والتاريخية والتفسيرية والأخلاقية والكلامية والمنطقية والفلسفية، التي منها بحث الشباب بين إقصاء العقل وتوظيف النص الديني لصالح التكفير والإرهاب ثم الإلحاد، وبحث فلسفتنا بأسلوب وبيان واضح، وحتى البحوث الأدبية وغيرها وبدرجة عالية الامتياز ومنقطعة النظير. وسلسلة البحوث للسيد الأستاذ التي نحن بصددها اليوم والموسومة مقارنة الأديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد، جاءت كرسالة للشباب بكل أفكارهم وتوجهاتهم الذين ما زالوا على خط الإسلام وعلى خط التوحيد، والذين اتجهوا للإلحاد عن جهل أو عن تشويش وسوء فهم للأمور. وفي بادئ الأمر تحدث السيد الأستاذ عن القانون القرآني في التحدي وتشخيص الحق بملازمته عدم التناقض والاختلاف. إنه القانون الذي نعتمده كمرجعية أصيلة رئيسة دائمة، حيث يكون مرجع السيد الأستاذ في هذه السلسلة وكل بحوث الكتاب المقدس على العهد الجديد، إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وأعمال الرسل وغيرها، والعهد القديم سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاوين وسفر العدد وسفر التثنية وسفر يشوع وسفر راعوث وسفر المزامير وسفر ناحوم وغيرها، وكل ما يرتبط ببحوث الأديان من مقارنة وتقارب وتجاذب وسقوط في شرك الإلحاد. وقد سجل لنا القرآن العظيم قانونا شرعيا نفسيا اجتماعيا منطقيا في أن الحق وما يصدر من الحق ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فلو كان القرآن من عند غير الله الخالق الحق لوجدوا فيه تناقضا واختلافا كثيرا. والقرآن قد تحدى الجميع من الإنس والجن بهذا التحدي المعلن والمصرح به في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو تحدٍ بأن يثبتوا وجود الاختلاف في القرآن حتى يثبت أنه ليس من الله العالم الحكيم، وإلا فيثبت أنه منه سبحانه وتعالى، وقد عجزوا وما زالوا عاجزين. وتوجد آيات قرآنية تدخل أيضا في سياق التحدي، نستمع لآيتين منها من الأستاذ سليم: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا نستمع لاثنين منها من الأستاذ حسين: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ومن الضروري الإشارة إلى تمامية القرآن والرسالة وثبوتها بالتحدي القرآني وغيره من المعجزات والحجج والبراهين، وكل ذلك تام وبليغ وواضح ويقيني، لكنه يكون أكثر وضوحا وبلاغا ويقينا وأرسخ وأثبت عقيدة عندما نعلم أن التحدي جاء على لسان النبي الأمي الذي لا يعرف الكتابة، الذي لا يقرأ. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. أيضا مستفاد من قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. مستفاد أيضا من قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وبحث السيد الأستاذ يتضمن عدة موضوعات وموضوعات فيها تفريعات كثيرة، منها تحت عنوان: المحور الأول قانون التحدي والمنهج الوسطي في تقارب الأديان، ومنها تحت عنوان: المحور الثاني عيسى ابن يوسف آدم ابن الله، ومنها تحت عنوان: المحور الثالث لوقا بين الوحي وتأليف قصة. واحد: كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، رأيت أنا أيضا أن أكتب. اثنين: ابن مريم ابن داود ابن الله بين النسب والتقديس. ثلاثة: حاجة الرب لكرسي داود وعدم تحقق النبوءة. ومنها تحت عنوان: المحور الرابع إلى الشباب، الدين قيم وسلام والإلحاد شيطنة وإرهاب. واحد: مفسد ديني ومفسد إلحادي لا ديني. اثنان: التبشير التكريز النصح الأمر النهي منهج الأديان. ثلاثة: التوحيد والعدالة والسلام أصول أديان السماء. أربعة: إرهاب باسم الدين إرهاب باسم اللادين والإلحاد. خمسة: الدين أمانة في رقاب الشباب. وسأذكر لكم مقتبسا من بحث السيد الأستاذ من المحور الرابع عنوانه: إلى الشباب، الدين قيم وسلام والإلحاد شيطنة وإرهاب. هنيئا لكم أيها الشباب، هنيئا لكم أيها الأشبال، هنيئا لكم أيها الجيل الجديد. أستاذكم حاضر معكم بفكره وقلبه وبكل جوارحه الكريمة. إلى الشباب، الدين قيم وسلام والإلحاد شيطنة وإرهاب. أليف: مفسد إرهابي ومفسد إرهابي، الأول تحتج عليه بمنظومة من القيم والأخلاق والتشريعات، والثاني عنده كل شيء مباح بلا شرع ولا عرف ولا قيم ولا أخلاق، ومرجعه الوهم في الصدفة وصراع الديالكتيك المادي الذي لو ثبت فإنه مادي فارغ خال من أي شعور أو ضمير أو قيم أو أخلاق. فأي من المجرمين المفسدين تحتمل فيه أو منه الاهتداء والصلاح؟ أو أي منهما أرجح في احتمال الهداية والصلاح؟ وبعبارة أوضح، أنه لو كان المجتمع منضبطا تحت منظومة قيم
وقوانين دينية أخلاقية تضبطه فكريا وتربويا وخارجا عمليا. ومجتمع آخر تربى على الرذيلة والانحلال والإلحاد ورفض كل منظومة قيم ورفض أي قوانين أخلاقية مع استخفاف بكل القيم الدينية. ففي أي من المجتمعين تتوقع إصلاح الفاسدين المفسدين؟ وفي أي من المجتمعين تتوقع ازدياد نسبة المسكرات والمخدرات والرذيلة والجريمة والإفساد والإرهاب؟ إنه الفرق الشاسع بين المتناقضين، الفرق بين السلب والإيجاب. إنه فرق ثابت ومتأصل وواضح فيما بين المنشأ الفكري الفلسفي الواقعي للدين والأخلاق وبين منشأ الإلحاد المادي المنحل الفارغ معدوم القيم ومسلوب الأخلاق. وبكل يقين وتأكيد الفرق شاسع ولا مقارنة بين ما ينتج هذا وما ينتج ذاك من فساد وإفساد وهمجية وبهيمة وتسيب وانحطاط. وأما ما يجري من إجرام وإفساد باسم الدين والأخلاق فإن مرجعها إلى الشيطنة والإلحاد وفقدان القيم والشرع والأخلاق عند نفس المسيء المفسد الإرهابي، فهو أقرب لمنهج الإلحاد الشيطان المتسيب الرذيل، وهو بكل تأكيد أبعد وبعيد كل البعد عن منهج التوحيد والدين والإسلام والمسيح واليهود والقرآن والإنجيل والتوراة. باء، اشتركت المسيحية والإسلام في منهج التبشير والتكريز والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو منهج وسبيل المصلحين الصالحين في كل زمان ومكان، وهو واجب على كل المنتمين للدين. وبالأولى أنه يحقق أو يجب على كل إنسان مؤمن أن يدافع عن عقيدته ويدفع عنها الشبهات والأكاذيب والافتراءات، ويسلك الطريق الحسن في الحوار والنقاش والتثقيف والتوعية الناس وإخراجهم من الفتن المضلات. ومن هنا صار واجبا علينا، والكلام لا زال للسيد الأستاذ، ومن هنا صار واجبا علينا أن نعمل بكل جهدنا من أجل حصانة أبنائنا، من أجل حصانة أبنائنا الشباب ودفع الفتن والشبهات التي ضربت المجتمع وفتكت به وقادته إلى الضياع والهلاك في الإلحاد والتميع والرذيلة والانحلال. ومن هنا جاء لزوم التصدي لإصدار سلسلة البحوث في الفلسفة، بحث فلسفتنا بأسلوب وبيان واضح، وبحث الشباب بين إقصاء العقل وتوظيف النص الديني لصالح التكفير والإرهاب ثم الإلحاد، وبحث مقارنة الأديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد. كما أنه من واجب الإنسان الملتزم أوامر السماء أن من حق كل إنسان أن يدافع عما يعتقد به، والواضح جدا أن المسيحية دين توحيد أصيل، وكذلك اليهودية فإنها دين توحيد أصيل، وأن الكتاب المقدس يدعو للتوحيد ويؤصل له ويؤكد عليه، وفي نفس الوقت فإنه ينبذ الإشراك بكل أصنافه وأشكاله نظريا وتطبيقا عقيدة وسلوكا، لكن لأسباب عديدة ومنها قاهرة التجأ البعض إلى أن يجمع في الديانة بين التوحيد وبعض مظاهر الإشراك، حتى صار أمرا شائعا بين الناس أتباع الديانات. وبالرغم من المحاولات الكثيرة التصحيحية التي حصلت عبر التاريخ، لكنها لم تصمد أمام التيار الكبير الجارف. ونأمل أن يكون الموحدين العقلاء وللعقول الحرة النيرة الدور المؤثر الفاعل في فهم الأمور وتفسيرها، وتفسيرها تفسيرا معقولا صحيحا صالحا. وأصالة التوحيد عند أهل الكتاب النصارى ليس طارئا بل هو أصيل، بل هو الأصل، نراه ملازما حتى مع دعوة التثليث، فهو إله واحد بالرغم من الأقانيم الثلاث، بالرغم من الأقانيم الثلاثة، حيث يقال دائما الآب
والابن والروح القدس إله واحد آمين. فالتوحيد أصل أصيل، والخلل في التطبيق والعمل والسلوك والممارسة، وهذا الخلل التطبيق السلوكي موجود عند كل المجتمعات أتباع الديانات السماوية، مع الاختلاف في مقدار الخلل ونسبة تأثيره في الفكر والعقيدة من جانب الممارسة والسلوك العملي. جيم، كما أن التوحيد أصل أصيل في الديانات السماوية، كذلك عدالة أصل أصيل. فالأديان كلها عدالة وسلام، وكلها ضد التكفير والكراهية والعنف والإرهاب. فالعنف والإرهاب عمل وسلوك شخصي من أفراد ومجموعات وقوى متسلطة حاكمة، ولضمان رضا الناس وسكوتهم أو تأييدهم والانضمام إليهم. فإن الإرهابيين يغطون إرهابهم وإجرامهم بغطاء ديني وبتأويلات للنصوص الشرعية وإدخال نصوص غريبة إلى الدين وهي ليست من الدين. ونترك للقارئ استقصاء، والكلام لا زال للسيد الأستاذ، ونترك للقارئ استقصاء ما ارتكب من جرائم وإرهاب عبر التاريخ باسم الدين المسيحي واليهودي قبل الإسلام، وبأضعاف ما وقع باسم الإسلام. ونترك للشباب ولكل الناس استقراء ما وقع من إرهاب وإجرام وعنف منقطع النظير على أيدي الإلحاديين واللادينيين، وهو أضعاف مضاعفة عما وقع من إجرام وإرهاب باسم الدين وعلى طول التاريخ. وليست الشيوعية ونظامها الدكتاتوري الإجرامي، وليست الشيوعية ونظامها الدكتاتوري الإجرامي المتوحش ببعيد. دال، عندما نتحدث عن واقع الإجرام والإرهاب باسم الدين فإنه لا شيء بالمقارنة مع الإجرام اللاديني. الشيوع الإلحادي وإن رفع شعارات مزوقة وبراقة مستغلاً فساد وإجرام المتصدين باسم الدين، لكن بكل بساطة وبنظرة واقعية وبتحليل واقعي اجتماعي أخلاقي وبقارة بسيطة بديهة من كل عاقل أن يفهمها ويطبقها ويتيقن نتائجها. فإن هؤلاء يبحثون عن مبرر وغطاء ديني أخلاقي لإجرامهم وإرهابهم من أجل إرضاء الناس وكسب تأييدهم. لكن قل لي بالله عليك، أي دين وأحكام دين وأحكام دينية وأي قيم وأخلاق عند اللاديني الإلحادي بحيث توقفه عند حده من الإجرام؟ فهو يتعامل مع الناس كمواد وآلات وجمادات والأزبال من المواد والجمادات. فهل يتردد أي إنسان من إزالة الأزبال والجمادات وتكسير الحجارة والأخشاب إذا كانت تعيق مراده وتمنعه من ممارسة رغباته وتفريغ شهواته؟ لا يوجد أي رادع ولا يوجد أي تفكير برادع أصلا، لأنهم لا يملكون أي ضمير قيمي ولا أي رادع ديني أو أخلاقي. ها، وهنا لا بد من التنبيه إلى أن النسبة العظمى من شبابنا إن لم يكن الكل ممن نفر من الدين واختار طريق اللادين والإلحاد، فإنهم قد وقعوا في التغرير بسبب ضعف وضمور الجانب الديني والثقافة الدينية والفهم الدين الصحيح، وقد انصدموا بسلوك وأفعال إجرامية إرهابية فاحشة باسم الدين. فصار عندهم ملازمة بين الدين السماوي الأصيل وبين ممارسة الإرهابيين، فصار عندهم ملازمة بين الدين والإرهاب، وملازمة بين رجل الدين والجريمة والفساد. وتحدثت عن عنوان الدين لأن ما نمر به الآن في المجتمع الإسلامي وتسلط المؤسسات الدينية صاحبة الكهنوت الفاسد المفسد يشبه الفترة التي مرت بها المجتمعات المسيحية في فترة تسلط الكنيسة وكهنوتها الفاسد المفسد، والذي أدى إلى نفور الشباب والمجتمع من الدين المسيحي إلى اللادين والإلحاد تحت عنوان العلمانية.
وهو ما يجري على شبابنا المسلم ومجتمعنا في هذا الزمان. فيرجى من أبنائنا الشباب التفكر والتعقل والتعلم والتثقف والالتفات إلى ما يجري وفهمه فهما موضوعيا واقعيا، كي لا يقعوا في شراك الجهل والإلحاد وتغيير شياطين للإنس والجن وقائدهم إبليس اللعين. أيضا يتضمن بحث السيد الأستاذ موضوعات أخرى، منها تحت عنوان صوت صارخ في البرية توبوا، في البرية توبوا، اقترب ملكوت السماوات. وهي أولا أعدوا طريق الرب قد اقترب ملكوت السماوات، ثانيا العهد القديم يدعو للتوحيد، ثالثا التلمود وأسباب رفض اليهود لعيسى وبشارته، أربعة الإنجيل والبشارة في العهد القديم من يثبت من، خمسة بقوة يأتي وذراعه تحكم له نبوءة لم تتحقق. وسيذكر لنا الأستاذ سليم مقتبس آخر من بحث السيد الأستاذ عنوانه البشارة والنداء بين إشعياء والإنجيل والتلمود. البشارة والنداء بين إشعياء والإنجيل والتلمود. يكمل إشعياء في الإصحاح 40 في العهد القديم من الكتاب المقدس حيث يقول صوت قائل نادي فقال بماذا أنادي، كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل، يبس العشب ذبل الزهر لأن نفحة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب يبس العشب ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. وقال على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي قولي لمدن يهوذا هو ذا إلهك هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له، هو ذا أجرته معه وعملته قدامه، كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. نذكر بعض الكلام بقوة يأتي وكلمة إلهنا تثبت إلى الأبد. هل تحقق؟ حصلت ولادة عيسى عليه السلام وبقي 30 عاماً وثلاث سنين، فأين البشارة والعلامات التي ذكرها إشعياء؟ أين الرب القوي وذراعه التي تحكم؟ وأين أجرته وعملته؟ وأين رعايته لقطيعه للناس ولعباده؟ فأين ذراعه التي جمع بها الحملان؟ وأين حضنه الذي حمل ويحمل فيه الحملان الرعية الناس؟ وأين رعايته وقيادته للمرضعات؟ وأين كلمة الله التي تثبت للأبد؟ بينما الأناجيل والعهد الجديد تشير إلى أنه قد ألقي القبض على السيد المسيح وتعرض للإهانة والتنكيل والتعذيب والصلب والقتل والتمثيل بجثته، إذن فالبشارة لا تدل على السيد المسيح وولادته وحياته التي كان فيها بين الناس. في إنجيل مرقس الأصحاح 14 أقبل يهوذا ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ، فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه. فأجاب يسوع وقال لهم كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة، فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة، فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ، وكان الخدام يلطمونه.
فإن انتظار تحقق تلك البشارة والعلامات والنبوءات في آخر الزمان يحتاج إلى دليل آخر، والعهد القديم لا يدل على ذلك بل يدل على خلافه، فلا يتضمن معنى انتظار المسيح كمخلص وبشارة حتى تحصل ولادة المسيح وظهوره لفترة من الزمن ثم يرحل، ولم يتحقق أي شيء مما ذكر من علامات وشرائط، فهذا المعنى غير موجود في التوراة والعهد القديم، فلا دلالة عليه لا بالمطابقة ولا بالملازمة. والعهد القديم واليهود بأجمعهم لا يعتقدون بالمسيح من الأصل، أو أنهم لا يعتقدون بظهوره في آخر الزمان بل يكذبون ذلك، وإلا لكانوا قد آمنوا بالمسيح والمسيحية وصاروا من النصارى وتركوا اليهودية، بل نجدهم قد حاربوا السيد المسيح حين وجوده وبعد غيبته وعروجه إلى السماء وإلى أيامنا هذه. فلماذا لم يؤمنوا به إذا كان العهد القديم يبشر به كثيرا؟ وكيف نتصور أنهم ينتظرون ظهوره وعودته من أجل إنقاذهم وخلاصهم؟ استفهام علامة تعجب. أيضا يتضمن بحث السيد الأستاذ موضوعات أخرى منها تحت عنوان من المشرق محاجزة ونصر وخلاص، يذكرها لنا الأستاذ حسين، وهي: واحد، البار الوفي، النصر عند رجليه. الثاني، المختار المؤيد يضع الحق في الأرض. النبوءة والاستشراف بين التحقق والانتظار. عيسى العقل مات، فأين عقل الآب والروح القدس؟ خامسا، مناظرة ومحاكمة عامة للشعوب كافة. وسيذكر لنا الأستاذ حسين مقتبسا آخر من بحث السيد الأستاذ عنوانه ظهور المسيح الإثبات في القرآن والإسلام. ظهور المسيح الإثبات في القرآن والإسلام. لا يوجد إلا الإسلام والقرآن يثبت العودة والظهور الثاني للمسيح في آخر الزمان، كما أن الإسلام لم يدعي للنبي الرسول الأمين محمد عليه وعلى آله الصلاة والتسليم أن يكون المخلص المعين المشخص والقائد الفعل المؤسسة لدولة العدل الإلهي الموعودة، بل وبكل صراحة أعلن الإسلام أن الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، وأن البشارة والخلاص ستكون آخر الزمان على يد المهدي من ذريته، من ذرية فاطمة ابنته عليها السلام، ويكون عيسى معه. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وهنا نسجل ألف، نلاحظ السياق في أن الكلام القرآني توجه أولاً إلى الحاضر، إلى عيسى متوفيك ورافعك إلي، باء ثم توجه الكلام إلى الغائب إلى الذين اتبعوا عيسى، وهو خطاب لهم من خلال عيسى المخاطب المباشر، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، مع ملاحظة أن هذه الفوقية ستستمر إلى يوم القيامة. جيم، ثم توجه الخطاب إلى الحاضر، ثم إلي مرجعكم فأحكموا بينكم، حيث إنهم بعد ذلك سيكون مرجعهم إلى الله. ومن الظاهر والواضح أن عيسى عليه السلام مشمول بهذا الخطاب، بل هو أول المخاطبين فيه. ولا نحتاج الدخول فيما هو المقصود من الاختلاف،
ولا نحتاج الدخول فيما هو المقصود من الاختلاف ومن هي الأطراف المختلفة، لكن يهمني هنا الإشارة إلى أن التوفي والرفع متوفيك ورافعك إليه، قد انتهى أو ينتهي أجله، ثم يعود عيسى إلى الذين اتبعوه، بحيث يحصل الاختلاف بين عيسى وأتباعه، أو بين عيسى والذين كفروا، أو بين الذين كفروا من جهة وعيسى وأتباعه من جهة أخرى. وبعد هذا الاختلاف سيرجعون إلى الله في يوم القيامة، وسيحكم الله بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. وقد أشار القرآن بعدها مباشرة إلى نوع الحكم الذي سيصيب كل منهم، حيث قال سبحانه: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. دال قوله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه النبوءة القرآنية تتطابق مع النبوءات الواردة في العهد القديم، لكنها لم تتحقق لا في زمن عيسى عليه السلام ولا بعده وإلى يومنا الحاضر، والكل ينتظر تحققها في آخر الزمان بإذن الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا. يشير إلى تطهير تكويني إلهي، وقد اختص به عيسى وأمه مريم، وقد أشار القرآن إلى تطهيرها تكوينا قبل عدة آيات. ماذا قال؟ وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واو، المعنى يشير بوضوح إلى أن التطهير التكويني لعيسى قد اقترن بالتوفي والرفع، وأن هذا التطهير له صفة خاصة وقيد خاص، وهو تطهير من الذين كفروا، كما يحتمل أن يكون التطهير موصوفا ومقيدا أيضا بأن جعل الله الذين اتبعوا عيسى فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فيكون التطهير تطهيرا بالتوفي والرفع ونصرة أتباعه على الكافرين، وبإبعاد عيسى عن الكافرين وحفظه منهم ومن شرورهم وظلمهم وكل تأثيراتهم وضغوطهم المادية والمعنوية. هذا هو التطهير الذي جعله الله لعيسى، والذي شرفه الله به وأكرمه ومجده ورفع منزلته ونصره وختم له بالجنة والرضوان. فكيف يكون حال من جعل الله لهم التطهير مثل عيسى عليه السلام؟ بل كان تطهيرهم أقوى وأشد وأعظم من تطهير عيسى، حيث طهرهم الله تطهيرا. زاي قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا النص القرآني صريح في أفضلية النبي الأمين وأهل بيته على السيد المسيح عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. والتطهير هنا مطلق وعام، فيشمل التطهير الذي حصل لعيسى كما يشمل غيره من حصص التطهير، فيشمل التطهير بالتوفي والرفع والحفظ من الأعداء وكيدهم وضغوطهم المادية والمعنوية، وثم النصر لهم ولأتباعهم على الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهذا لم يحصل لأحد، وهذا لم يحصل لحد الآن. بل يقال أكثر من ذلك، فإن التوفي والرفع المادي لم يتحقق لحد الآن مع أي من أهل البيت وجدهم المصطفى عليهم الصلاة والسلام، ولا يوجد مصداق له إلا على ما يقوله أهل بيت النبوة،
إلا على ما يقوله أهل بيت النبوة في خاتمهم المهدي وغيبته الشريفة والتي توفاه الله فيها ورفعه وحفظه من كيد الأعداء كما حفظ عيسى عليه السلام. وسيجتمعان في آخر الزمان لتحقيق الوعد الإلهي في إقامة دولة العدل والقسط والصلاح والإصلاح والسلام والأمان إلى يوم القيامة بمشيئة الله القوي العزيز. نشير هنا إلى أن الله تعالى قد شرف المرأة وأكرمها تكريما حيث جعل الله اسم المخلص المنقذ الموعود مرتبطا باسم أمه ابن مريم ابن فاطمة، بل إن ارتباط البشارة المخلص بسلسلة الأنبياء المقدسة عن طريق المرأة الأم عيسى ابن مريم ابنة عمران المهدي ابن فاطمة ابنة محمد خاتم الأنبياء عليه وعلى آله وعلى عيسى الصلاة والسلام. وهذه علامة أخرى تضاف للمشتركات بين عيسى والمهدي عليهم السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وقوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي من ولدي فاطمة، المهدي من عترتي من ولد فاطمة. إذن سادة الحضور، سادة المستمعين، السيد الأستاذ يريد أن يبين بهذه السلسلة من البحوث أن الأديان كلها تدعو للتوحيد وتدعو للفضيلة والأخلاق الكريمة، وكلها ترفض الكراهية والتطرف والإرهاب وانحطاط الأخلاق. فيريد السيد الأستاذ أن يوصل رسالة للشباب المشتبه والمغرر به والجاهل أن المسيح عيسى عليه السلام والدين المسيحي والكنيسة العيسوية المسيحية كلها تدعو للإيمان والتقوى والفضيلة والأخلاق، ولا يوجد فيها أبدا ما يدعو أو يحلل الخمور أو التبرج والانحلال والزنا والعلاقات غير الشرعية. فالمسيحية دين توحيد وتقوى وأخلاق وطهارة وتقديس. ونفس الكلام عن اليهود واليهودية والمعابد أو دور العبادة عندهم. وبهذه السلسلة يريد السيد الأستاذ أن يحذر الشباب من الوقوع في مكر وخديعة ونفاق الإلحاديين ومن على منهجهم من الجهال الذين يعملون على هز العقيدة واقتلاعها من قلب الإنسان وفكره باستخدام كل وسائل المكر والخبث. فهم يعملون على ضرب دين بدين ومذهب بمذهب وطائفة بطائفة، وتصداد وسائلهم الماكرة من هؤلاء الشباب ممن يقع في شراكها وتسحبه للإلحاد شيئا فشيئا بعد أن جردته من عقيدته. وهؤلاء الإلحاديون كالتكفيريين منتحلي الإسلام وغيره من أديان، فهم يصطادون بالماء العكر فيستغلون السلبيات والفساد عند أشخاص ينتمون للإسلام أو غيره من أديان. ليس عندهم منهج علمي وأخلاقي، فهم لا يملكون نظريات وأصول فكرية ودينية وأخلاقية، فنراهم فقط يبحثون عن السلبيات هنا وهناك ويستخدمونها من أجل تهديم أفكار الناس وعقائدهم وأخلاقهم، وليس عندهم إلا التهديم لأنهم لا يملكون البناء الفكري الأخلاقي. وذكر السيد الأستاذ في بحثه الموسوم الشباب بين إقصاء العقل وتوظيف النص الديني لصالح التكفير والإرهاب ثم الإلحاد،
ذكر تحت عنوان إشكالية توصيف الإرهاب، إن مكافحة الإرهاب لا تتحقق بمجرد اتخاذ إجراءات عسكرية، بل ربما يفاقم الإرهاب ويوسعه، فلا بد إذن من أن يقترن ذلك بالعلاج الفكري. ومن الواضح أنه لا يمكن الاتفاق الدولي على الحل العسكري والفكري ما لم يحصل الاتفاق مسبقا على تعريف وتشخيص الإرهاب، ومع اختلاف التعريف ستختلف وتتعارض الإجراءات العسكرية وكذلك العلاجات الفكرية. وهذا حاصل فعلا، حيث أن دولا معينة وحسب مصالحها قد خلطت عن قصد بين الإرهاب وكفاح الشعوب من أجل تحررها واستقلالها. ومن هذا المقام، مقام العلم، مقام التقوى، مقام الوسطية، ومقام الأخلاق، يوجه السيد الأستاذ رسالته للجميع: إن الكراهية والعنف والإرهاب يضرب في كل مكان ويقع على جميع الأجناس والأعراق البشرية، فالأمر خطير والمسؤولية عظيمة يتحملها علماء الأديان السماوية وأهل الاختصاص، فعليهم أن يدفعوا الاختلاف، وعليهم التوفيق بين معاني الكتب السماوية التي ظاهرها الاختلاف، فعليهم العمل بإخلاص ومصداقية ومهنية وعقلانية للتقريب بين المعاني والأديان واعتماد المشتركات والتمكن من تأسيس قواعد ومسائل كلية متقاربة ومشتركة في العقيدة وأصول الدين، بحيث يقبلها عموم البشرية من النفوس العاقلة المتزنة، وأن يكون ذلك وفق شروط وضوابط وقوانين لغوية وعرفية وبمنهج علمي موضوعي ناضج. ولا بد أن تبذل كل الجهود والمعارف والأفكار من أجل تأسيس منهج وسطي معتدل للحوار والتخاطب والفهم والتفهيم واحترام الناس وأفكارهم واختياراتهم، وكل منهم بحسب الأدلة والحجج التي تصل إليه والتي يطلع عليها، وكل منهم بحسب مستويات عقولهم وأذهانهم وبحسب الظروف والعوامل النفسية والحالة الاجتماعية التي يعيشونها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.